ريني بيوتي تعتذر عن الرحلة البحرية وتعود بمفردها. غيث مروان أسامة مروى أن صالة يمددون رحلتهم. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن صرح أحمد الجميلة عن دعوته لليوتيوبرز لرحلة بحرية في قطر، وأيضا أضاف أحمد الجميلة أن هناك يوتيوبرز مددوا رحلتهم لقطر ليوم آخر، أعلنت اليوتيوبر نارين بيوتي بستوري مفاجئ من المطار تعلن من خلاله عن عودتها، وعلقت على هذا الستوري صار دوري. وبذلك توقع المتابعين أن نارين اعتذرت عن الرحلة البحرية، ويمكن أيضا أن يكون لنارين بيوتي التزامات أخرى منعتها مثل نور سارس وبيكي وحسين الذين عادوا باكرا إلى دبي. أما غيث مروان أسامة مروى عائلة أنا صالة قاموا بقبول الدعوة وقاموا بنشر ستوريات في اليخت. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ لسه بقطر مددنا كمان يوم، تمام. وحاليا أنا مع عبود الشباب، أنا والله طبعا الباقيين كلهم جوا. بشوف الوالدين، بشوف جايين على هالبوت يخت، والله مش عارف مطعم أوتيل. يا هلا والله، يا هلا محمد، يا مرحبا. شو اللبس الحلو؟ شو اللبس؟ شو هذا؟ وينه وينه أنس؟ هيو شو هذا؟ شو سيميز سيميز شوفوا مشين العب العب. واو هذا ملعب ما شاء الله، والله ملعب. واو شكل اليوم الثاني مرتب. Pas de soleil, pas de soleil.